بيقضي ليلة رقص وسام ازاي؟ أكيد خارج مع أصحابه أو بيتفسح أو على الأقل مبسوط. أنا قضيتها بعيط مهورة بفكر. من وأنا صغيرة وأنا بنت خالة كنت دايما ألاقي مدرسين يرجعوني في آخر ديسك ورق بحجة إني مصدقة الحلم مع إن نظري كان ضعيف. كنت بتحرم من المشاركة في عروض الرقص مع إني كنت بحبه جدا وبقعد أقلد حركات البنات وأعمل زيهم، بس ما كانوش بيرضوا يدخلوني عشان أنا بنت خالة. ولما قررت اشترك في نشاط طلابي نقلوني من اللجنه الفنيه للجنه الاجتماعيه عشان انا بنت تخينه ومش هعرف اشارك في احتفالات المدرسه. ولما كبرت شويه بدات معاناتي مع اللبس، بقيت اضطر اشتري لبس اكبر من سني. ولما كبرت اكتر بقيت اضطر اشتري اي حاجه لمجرد انها على مقاسي عشان تعبت من اللف. ولما كبرت شويه كمان بقيت ادخل المحل ومن على الباب يبقى لي مفيش مقاسي. وفي مرة كنت داخلة محل لقيت البنت اللي هي بتقول لي على فكرة انت ممكن تلاقي مقاسك في محل الحوامل اللي جنبها. ميرسي ربنا يخليكي. في مرة بقى كان عندي مناسبة مهمة جدا وداخلة اشتري فستان. مع أول فستان مسكته لقيت الموظفة اللي في المحل بتقول لي لا مش هيخش فيكي، هو أصلا ما كانش عاجبني. قلت لها طبعا هقيسه. قالت لي لا مش هتقيسيه، لو قلتيه هيتقطع. قلت لها رئيس من لما يتقطع هحتاج فلوس. اتضايقت جدا من اسلوبها وطلبت المدير. جالي المدير واعتذرت وقال لي اتفضلي اسمي. دخلت البروفا رميت الفستان وفضلت اعيط. حتى الشغل او العمل التطوعي اللي انت مشترك فيه تلاقي الترقيات والتعيينات بالتخم والرفض بغض النظر عن الكفاءه، المهم انك شكلك حلو ووجهك لطيف. في مره كنت رايحه اعمل انترفيو لقيت ال HR بتقولي لا احنا مش هينفع نقبلك اصل انتي محتاجه تخسي. يعني اترفضت عشان انا بنت تخينه مش عشان انا مش كفء لا سمح الله. وفي البيت بقى بلاقي اخواتي دايما اول ما يشوفوا حد تخين في التلفزيون يقولي حاجه سامة تعالي تعالي دي شبه ميرسي يا حبايبي ربنا يخليكي. ولا مثلا لما نيجي نتغدى الاقيهم بيوسعوني مكان كبير قوي يقولي عشان تاكلي يعني بيحبوني. ولا ماما تيجي في قعدتها مع العيله ومع اصحابها اللي هي بتقول اه والله سلمى تخنت قوي، بقول لها كتير تخس بس هي مش عايزه. رغم ان سلمى دي حاولت تخس كتير جدا، عملت كل حاجه عشان تخس، حرمت نفسها من الاكل سنين وشهور وفكرت تعمل كل حاجه دايت ورياضه ورياضه ودايت لحد ما كرهتهم وكرهت سيرتهم. بس انا كنت بعذر ماما لما كانت بتعمل كده. انا نفسي كنت بقعد اعيش على نفسي مع اصحابي، بفضل ان انا اجرح نفسي بنفسي ولا حد فيهم يجرحني. طول الوقت اقول له اقع فراشه اقع صاروخ عشان محدش يضايقني. نيجي بقى للناس اللي بتتعامل معايا الاقيهم دايما بينادوا لي باسماء من عيالي، يا دبدوبه يا بكابوسه يا قربوزه. بس صدقوني ده كان ارحم كتير من ان حد يقول لي يا مدام. نيجي بقى لموضوع العرسان. في مره كان في عريس مقدم خد جواب معايا غصب عني عشان بس اهلي ما يزعلوش. لقيته بيقول لي هو انت مش بتفكري تخسي؟ رغم ان هو نفسه كان بكرش واقرب وشكله وحش ده غير السطحيه والتفاهه. بس انا ما رحتش قلت له انت محتاج تعمل عمليه تنميل، لكن هو اختزل لي الجسم. واتضايقت لما شفت البوست اللي على الفيسبوك اللي كانت بنت كاتباه بتقول فيه ان البنت التخينه شبه التراب، وافتكرت الكومنت اللي كان ولد كاتبه على فيديو لبنت تخينه بيقول فيه هو اكتب لك باب بيظهر امتى؟ وعليه يجي 500 لايك من كتر ما الناس معجبه بجمال الكومنت بتاعه يعني. وديت لما كنت ماشيه في الشارع ليله رقص السبع واقفه في اشاره زي خلق الله لقيت حد معدي جنبي بيقول لي يلا عادي. انا خضيت جدا صدمت. صحيح رديت عليه وهزقته بس ده لان مفيش اي حد من اللي واقفين قال له عيب اختشي ما يصحش. وافتكرت ان حتى التحرش اللي هو اكثر حاجه البنت بتتعرض لها بيبقى بالفاظ عنصريه تجاه البنت التخينه من عينه يا عجله يا بغله يا وحش. روحت بيتنا مقهوره منهاره بعيط كارهه نفسي وكارهه الناس.
قلت انا لازم احط حد للمضايقات دي. بدات افكر في عمليات التخسيس، وفعلا وصلت عمليه للدكتور اسمه اسامه. عمل لي العمليه، سالني روحي، رحت للدكتور نفسي، حكيت له اللي حصل وبلغته بقراري. استغرب جدا وسالني ايه اللي وصلك للمرحله دي. قلت له الاخ يا دكتور، الاخ يعمل اكتر من كده. افتكرت اني كنت واثقه في نفسي وان المجتمع ده قدر يهزني بسهوله. رحت للدكتور اسامه وحددلي عمليه اسمها تحويل مسار المعده. العمليه دي عباره عن ان بيتعمل جيب صغير في المعده وبيتوصل بيه الامعاء، فبالتالي اي اكل بيتاكل بينزل من الجيب على الامعاء على طول. كنت عارفه ان العمليه صعبه واني هفضل 3 سنين عايشه على ادويه فيتامينات وحديد وكالسيوم وممكن طول حياتي. كنت عارفه انها من اخطر عمليات الجهاز الهضمي. كنت عارفه كمان ان انا هتعب لو اكلت اي حاجه غريبه على بعد. كنت عارفه ان في ناس ماتت واتشوهت وهي بتعمل العمليه، بس صممت وعملتها يوم 11/1/2015. خسيت 25 كيلو ولسه فاضل لي 25 كيلو. عايزه اقول لكم اني كنت داخله العمليه مبسوطه جدا ومنشكحه، وبتصور سيلفي بلبس العمليات وبهزر مع الدكاتره وانا اللي بطمن مامتي. ومن وقتها نظرتي اتغيرت للحياه، بقيت اخد كل حاجه بايجابيه. اي حد يقول لي يا تينا اقول له مش فيها ربنا يخليك، بس ان نظرتي ما اتغيرتش ليهم هم الناس اللي اهانوني واتريقوا عليا قبل العمليه. بس دلوقتي بقيت بالنسبه لهم تحت بسكر ما هي هتخس. تخيلوا ان وصلت له بعد العمليه ان كل البنات بتتعرض لنوع من انواع القهر، مش بس التخينه، الرفيعه والطويله والسمره والقصيره. المجتمع هو اللي عنده خلق وبيختزل الناس في اشكالها. كل واحد كان بيتريق عليا او عليك او عليها عشان هو عنده نقص جواه. المشاكل اللي بيتعرض لها بتكبر جواه عقده النقص دي، تخليه يدور على الكائن الاضعف ويفضل يشتغل على عيوبه ويتك عليها. وغالبا بتكون البنت هي الكائن ده. المجتمع هو اللي لازم يتغير، انتوا اللي لازم تتغيروا، لان الطويله مش هتقصر نفسها، والسمنه مش هتروح تاخد حقن تفتيح وتفتح بشرتها، ومش كل فينا تقدر تعمل عمليه. ده غير انكم ما فكرتوش ان البنات دي ممكن تبقى حابه نفسها كده، بس حكمكم على شكلهم وبس هو اللي وصلهم لدرجه انهم يكرهوا نفسهم. انا عن نفسي عملت العمليه مش عشان عايزه اخس، عشان اخلص من سخافات الناس. هما وصلوني لمرحلة اني ما بقتش قادرة اعيش حياتي، مش عارفة استمتع بحياتي. انا عارفة ان المجتمع ضغط بطبعه وصنع جيد لكل حياة الاخر، بس اذا كان تخاذلنا وتسامحنا هيخلينا فرصة سهلة للفرد، فالاصعب من ده ان احنا كبنات نصنع حالة الاستبداد دي لنفسنا. المفروض ان البنت مش كائن ضعيف ولا حد مجبور على امره. ما ينفعش ندخل في عزلة عن كل اللي حوالينا. لو في عزلة وهجرة لازم نعملهم هتبقى هجرة لنفسنا، لأحلامنا وطموحاتنا. لازم نوسع مداركنا ونجهز نفسنا بكل وسيلة تقدر تساعدنا. الجامعة مش المكان اللي هنتجوز منه، الجامعة المكان اللي هنستغله عشان نتعلم صح. أنا عن نفسي بشتغل من وأنا في أولى جامعة، اشتغلت صحفية في مواقع في جرايد كتير، اشتغلت مذيعة راديو، دخلت انتخابات اتحاد طلبة وكسبت، كنت رئيس أسرة طلابية في الجامعة، كنت عضو في لجنة الـ50 الطلابية لكتابة الدستور، عملت حاجات كتير، أسست مبادرات وحملات توعوية وحقوقية كتير في الشغل، ودلوقتي مديرة علاقات عامة. ما خلتش المضايقات اللي بتعرض لها توقفني عن تحقيق طموحي رغم قساوتها. حتى البنت اللي ما كانش ليها حظ في التعليم تقدر جنب من وهي في بيتها تمتهن مهنة صغيرة تجنبها تحكمات المجتمع وضغوطه. ما ينفعش نقعد في بيوتنا ونقول احنا مقبلين. لا، لازم نشتغل على نفسنا، لازم نكتشف مهاراتنا ونطورها، لازم نقرا ونتثقف، لازم نعمل حاجات كتير ونثبت وجودنا في المجتمع ده. اخيرا، يمكن تكون الاسباب اللي دفعتني العمليه مش قويه وكان لازم اتحداها، بس اكتشفت ان ده القرار الصح اللي كان لازم اعمله من زمان عشان نفسي وعشان صحتي. انت كمان لو هتغيري حاجه فيكي هيبقى عشان نفسك وعشان صحتك، عشان انت عايزه كده. خصوصا ولا شك ان المضايقات اللي بنتعرضها في الشارع هتفضل مستمره، بس دي كلها اختبارات لقوتنا وقدرتنا على المواجهه. انا عملت العمليه وبتغير، يا ترى انتوا كمان هتتغيروا؟